تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين. وأوضح المتحدث العسكري بأن رئيس أركان حرب القوات المسلحة استمع إلى شرح تفصيلي تناول أسلوب العمل وأوجه التطوير والتحديث التي تتم بالمنظومة التعليمية من خلال الأسس العلمية المدروسة، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والعسكري والبدني لضباط الصف المعلمين. وأعقب ذلك المرور على الأجنحة التعليمية ومتابعة مراحل التدريب التخصصي للاطمئنان على سير العملية التعليمية، هذا بالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمعهد. كما التقى الفريق أسامة عسكر بأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد، ونقل لهم تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير القدرات للطلبة وفقا لأحدث المعايير العالمية في منظومة التأهيل العسكرية لتخريج أجيال من المقاتلين القادرين على الحفاظ على الوطن وصون مقدساته. هذا وأدار الفريق أسامة عسكر حوارا استمع فيه للآراء والاستفسارات نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة في الوقت الحالي، مشيدا بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وبتأثيرها على أمن مصر القومية.